هذا القانون اللي كيفرض علينا الاقتطاع من المنبع من الدخل ديالنا. هادو حنا كنأديو الضرائب، حنا ماشي ضد تأدية الضرائب، لكن الطبيب حتى هو كيساهم في 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 في, في, في مع مع في الدولة، لكن هاد الشيء قرارات تعسفية اللي حنا كنأديو أكثر من الواجب، ولكن ما خصش عاوتاني الناس ياخذوا لنا الحقوق ديالنا. هاد الاقتطاع هما باغيين يديروا لنا اقتطاع ديال 20% زائد لا كوتيزاسيون مينيمال، اللي يمكن منا نديروا المراجعه حنا في شهر افريل ديال اللي جير. يمكن الدوله خصها هي ترجع لنا هذا في لود عندنا لي شارج، عندنا بزاف ديال هذا. اذا ما كنشوفش انا الدوله هترجع لنا حنا الفلوس ديالنا في افريل، اذا وكتجي واحد الكميه ديال الفلوس اللي ما عندنا شيء باش نعطيوها في المنبع. اذا خصنا ندخلوا الفلوس وعاد من بعد ماشي حنا مازال ما دخلناش شيء، مازال نبداو نقتطعوا. حذف هذا الاقتطاع من المنبع ونأديو الضرائب بحال اللي كاينه. حنا مثلا ديجا حنا كنديو 38% من الدخل، اللي هي نسبه كبيره بالنسبه للمهن الاخرى. اذا هذا 20% زائد الكوتيزاسيون مينيمال في الاول مبالغ فيها كثيرا. كنقول بان هذه القرارات المجحفه ديال القانون الماليه 2023 غادي تضر القطاع وغادي تدي الى افلاس مجموعه ديال العيادات. حنا هنا اولا من اجل الطبيب، ولكن كذلك من اجل المواطن المغربي، لان الى تم الرفع في الضرائب الاطباء غادي يكونوا مضطرين انهم يرفعوا من التعريفه ديال الاستشاره الطبيه، وانا ذاك شكون اللي غيأدي الثمن هو المواطن المغربي. فاحنا هنا كنوقفوا دفاعا على حق المواطن في الصحه. لما غترتفع يعني الضرائب، المواطن هو اللي غادي يأدي ذاك الزياده ديال التعريفه، وانا ذاك كل شيء غيخرج من ظهر الشعب. كنقولوا لهاد المسؤولين الله يهديكم، حاولوا على هاد الشعب، راه وصلت للعظم. الطبيب الممارس في القطاع الخاص سواء في العيادات الطبية أو المختبرات يعاني حاليا من مجموعة من الإكراهات الجبائية، كالضريبة على الدخل اللي تقدر ب 38%، كالضريبة على ديال الباتونت واللي هي من أعلى الضرائب اللي كتطبق علينا، ومجموعة ديال الإكراهات الضريبية واحدة أخرى اللي كتمنع هذا الطبيب من أنه يقوم بالدور ديالو بشكل أساسي في المنظومة الصحية، ومن الاستثمار الإيجابي باش يحاول أنه يؤدي المهمة ديالو، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة اللي طرح فيها صاحب جلالة نصر الله واحد المشروع طموح لتعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين، واللي خاص الطبيب الممارس في القطاع الخاص، وانتم كيف كتعرفوا كيشكل تقريبا 70% من خدمات الطبيب، يلعب فيها واحد الدور أساسي. هاد الظروف اللي غتخلقها هاد الإكراهات الجديدة اللي جابها قانون مالية 2023 غيمنع هاد الطبيب الممارس في العيادات الصغرى أو المختبرات الطبية من القيام بالدور ديالو على أكمل وجه. فنحن دعينا لهاد الوقفة الاحتجاجية تنديدا بما جاءت به المقتضيات الضريبية ولا قانون المالية 2023، اللي الهدف منه واضح وصريح، استهداف الطبيب العام بالقطاع العاص واستهداف أطباء القطاع الحر بصفة عامة. وهذا الشيء ما يمكنش تسكتوا عليه عشية الورش الملكي الكبير اللي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين. فكنظن أن بلادنا محتاجة لكل عنصر من من من, من الأطباء، وبلادنا مقبلة أصلا فتحت على انها تفتح الجامعات الطبيه باش يكون الحمد لله المغرب عنده واحد الكفاءه الطبيه وعنده واحد العدد الاطباء كافي باش يمشي لي نورم ديال لو ام اس كما كنقولوا. فما يمكنش نقبلوا اننا نزيدوا نستهدفوا العيادات ونزيدوا نهدوها بالاغلاق ونزيدوا نهدوها يعني باعباء ضريبيه يعني دون معنى.